السلام عليكم مشاهدينا، كي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم احنا جينا معاكم في نهار جديد ووصفة ان شاء الله جديدة غادي نتشاركوها معاكم، زوينة وسريعة بالنسبة للعائلات اللي بغيو الحاجة السريعة السهلة. هذه راه سريعة سهلة دغيا، كتوجد وزوينه وتعجب كتعجب الوليدات بزاف حتى هما، يعني ما عندكمش فيها مشكل، ياكلوها لكم ما تبقاش، انا متاكده. ما فيهاش بزاف المقادير، يعني هي وخفيفه وزوينه بزاف. خالتي غادا تشارك معكم اليوم، نتمنى انها تعجبكم ونتمنى انكم تتابعوا معنا الفيديو حتى النهايه باش ما تفوتكم حتى شي حاجه. هاي خالتي معكم. السلام عليكم المتتبعين، كي دايرين؟ واش بخير؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير نتوما ووليداتكم، ومن عز عليكم وتكونوا بصحه جيده. ونشكركم كاملين البنات والولاد اللي ما كيتخلاوش علينا، راكم في القلب تاتوما وراكم ديما كنشكركم وندعيو معكم. الله يسهل عليكم والله يكمل عليكم. اليوم بناتي انا جيتكم بواحد البيتزا سريع اكسبريس دغيا توجدوها الوليدات ولا بحال هكا في رمضان ملي تبغيو تحطوها. انا غادا نوريكم الوصفه الاولى، هادوما دابا غادا ندير بحال هكا، تقدروا ديروا هادو كل واحد يهز البيتزا ديالو سريعه بهاد با ادمي مي هو كومبلي. هنا غادا نديرها كلها، يعني اللي بغى يديرها بحال هكا يحطها في تفصيل ظاهره كاينه مربعه، انا درتها كامله مربعه بهادي. عندي الطون، عندي مطيشه فخاش، وعندي البصله الخضريه فخاش هي، والفلفله حاره قطعتها اللي بغى شويه. عندي الشامبينيو حتى هو فخاش مي سوطيتو شويه في زيت العود غير شويه. وعندي الطون، غادا ندير لكم شي نخلط لكم الموديلات. وعندي هنا لي زارب دو بروفانس اللي كندير فوق منها، وعندي لاصوص البنات اللي شاركت معكم تاع البيتزا هو هذا لاصوص، راني مشاركاه معكم، راه كاين في القناه تبعوه، راه غادي تجيكم ساهله، غادي ديروا غير هادو تشريوهم. وهاد لاصوص راه ساهل يتصاوب. وبسم الله انا غادا نبدا دابا، غادا نبدا بهادو هما الاولين. غادا نطالي لاصوص تاعي، يكون عندكم لاصوص موجود بحال شي نهار ديروه، تكون يعني بالنهار راه كيبقى بزاف هاد لاصوص، تقدروا ديروه في الكونجيلاتور الا درتو بزاف، ولا تخليوه في الفريكو في الفريج يدخ، ديروا في شي قرعه دجاج ولا شي تيبروار اللي مسموح به، وديروا في الفريغو وتستعملوا الساعه اللي بغيتوا ديروا، كيجيكم ساهل. بحال دابا جا الانسان عاد كيدير الصوص ويدير شويه تجي واعره. ما كان عندكم لاصوص موجود دغيا وتابعونا البنات، انا غادي نعمرها دابا وغادي نشوفوا كي كتجي. راه كتجي عنا مزوينه حتى هاد البيتزا رائعه، ما كاينش ما نقولش لكم منها. صافي البنات جربوها، راه كتجي زوينه. وهاد الخبز هذا راه هاد البان دومي راه كومبلي، هذا اللي دايرين نتوما تقدروا ديروا اللي بغيتوا كومبلي ولا غير العادي اللي العادي. وهو راه كاين في مرجان، انا شفتو شحال كاين دابا، كاين في مرجان، كاين في اسيما، في اسيما حتى هي شفتو فيها. المهم هو لاصوص اللي شويه كيشد ليد، لاصوص كيشد ليد، تكونوا مصايبينو كيف ما شاركت معكم خالتي، راه كيبقى ما نقولش لكم، راه في حل يلاه دايرينو، ديروا على قد شحال كتستعملوا نتوما على حساب افراد العائله. صافي وملي تبغوه تجبدوا، هذه راه زعما كاينه ساهله، ما كيجيش حامض البنات، راه كاين اللي كيدير عادي لاصوص طوماط، هذيك لاصوص طوماط راها كتحماض، كتجي بيتزا حامضه، هذيك ديما تشطحك بواحد الخيمه، ما زوينهش هذيك، كتجي حامضه. خص هاد مطيشه الفخي وتصاوبوها بلاصوص طوماط كيف وريتكم، كتجي على مزويناتها. هادو البنات في رمضان تاني ساهلين حتى الاخر لحظه، وتنوضوا ديروهم يتكلوا سخان. وزعما الصراحه عرفتي هاد الخبز كيفاش كيجي، كيخرج كروستيون، كيخرج معاه هو اصلا رطب ومفشفش، كيخرج غزال ولا ما غليتش لي طونش، وما كيشدش الطياب في الطياب تاني بزاف، دغيا كيطيب دغيا كيطيب دغيا كيتحمر وصافي كيدوب هذاك الفخوماج. عارفين الطوماط هذه في المطيشه راه ما كتبغي لا طياب بزاف لا والو، دغيا كطيب في ساعة كتوجد هادي. وبالنسبة للعشاء البنات بحال هكا، هادي راه تقدروا ديروها مع واحد سلاد ولا شي حاجة ولا شربها ولا شي حاجة. هادي غنبدا بها، ندير الطون،
شويه ديال الطون، وعرفتوا داك الشامبينيو كيتمشى مع الطون كيجي زوين. غادي ندير عليهم واحد الزويتينه باش تعطي المنظر زوين. هاد البيتزا حنا راه كنديروهم مجربينهم، وولادي راهم ديفيسيل شويه وكتعجبهم، ما حقاش لاصوص ما كيجيش حامض، يعني ملي تاكلي لاصوص صغيره فوغ مع داك لاصوص تاع الطوماط بوحدو كيجي حامض. وبلا رمضان الواحد يديرهم بحال هكا في 4 اوغ ولا يديرهم في العشاء، يعني يبدل بيهم. وريلا شحال من مره انا شفت في قنوات ديال الطبخ كيديروا هذاك لاصوص، تبغي دير لك لاصوص مازال القناه قال لك ديال الطبخ، كدير لك اللي كيبانوا في التلفاز ماشي قنوات ديال اليوتيوب، كدير لك دارت صوص طوماط كونسونطري هذاك اللي كنشريو في الحك مطيشة الحك نقولوا لها في المغرب، وزادت فيها الماء ودارت فيها شويه سكر وطالت بها البيتزا. ما تجيكمش زوينه بصفه نهائيه، خاصها تجي حامضه، كتجي البيتزا حامضه ما فيها ما يتكل، كتجيش فيها مذاق ديال هادي. البنات انا درتها بالطون، اللي بغي الطون كتجي زوينه بالطون بحال هكا، ومع الشامبينيون صوطي شويه بزيت العود، وسريعه هاد البيتزا زعما نقول لكم ما كتشد لا وقت لا حتى شي حاجه فعلا. الناس كتجي زوينه صراحه. ومن بعد غادي ندردر عليها شويه ديال هاد لي زيرف دو بروفونس غير شويه، لانني انا دايره ديجا في لاصوص. ودابا سعيده غادي تدخل هذه الفران، ها هي يقدروا يديروها بكاش بهذاك اللي درنا ديك النهار شاكوتري هذاك، حتى هي كتجي زوينه شاكوتري بالمرقاز اي حاجه. ديك النهار حنا درناهم بالمرقاز جاوا فنين بالمرقاز. كتجي بالمرقاز واعره هاد البيتزا، ولا اي حاجه عندكم كتعجبكم كتبغيو تنوعوا بها ديروا بها. حنا دابا خالتي عطاتكم فكره، وانتم فكره بعدا ديال لاصوص طوماط راه رحمه صراحه كتبقى عندكم، وبحال هكا هذه فكره وانتم يا عمرو باش ما بغيتو. المهم كيكون عندكم لا باز ديال لاصوص طوماط، وهاد الباندومي مثلا اللي كتعرف دابا الناس بزاف خدامين وداكشي ما تقدرش عاد تجي وتبدا دير لاباط وتبدا دير هذه زوينه. حنا دابا والله الا كنديروها بزاف خصوصا بحال هكا في العشيه، حتى الصدر ديال الدجاج البنات حتى هو كتاخذيه وتدوزي شويه غير في الصوطي حتى هو مقطع رقيق، وديري كتصوطي شويه في الزيت تاع زيت العود ها شويه حتى راه غادي يطيب في الفران، كتجي من داك الشيء حتى هي بالصدر ديال الدجاج. ان شاء الله من بعد غنشارك معكم بزاف الاشكال ديال البيتزا، البيتزا اللي لاباز ديالها لا كريم والبيتزا، نشارك معكم ان شاء الله. صافي كتجي زوينه هذه وساهله الا كان عندك لاصوص موجود راه زعما ما كتعطلش. ندير هذه فيها بصله، غادا نزيد فيها ديك البصله خضريه قطعها هكا، وندير معاها حتى هي زويتينات كتنوعوا باي حاجه درتي بغيتوا ديروا بها ديروا بها، يعني ماشي وسهلة في التطيب غي كتطيب. سي فغي هادي دابا عشية مع واحد شريبة ولا سوبة ديال الخضرة ولا شنو؟ بحال
بحال هكا تتهني حتى الدراري كتحط لهم كل وحده في بصيلهم هكا تعطي دي ايز اللي بغا نزيد طلاب اكثر تندير شويه د ليزير دي بروفونس هنا وتنجد غير واحد القطيره زيت العود الفوق حتى هي كترطبها وكتصاوب ليها زوين فوقها كيتلابق مع داك مطيشه طيب وديك البصله شفتي دابا غادي نرجعوا لهادي لي كاري هاد الكاري ندير لها هي راه بحالهم غير لصقتها شفتي البنات هادي راه بحالهم بحالها لصقتها باش تجيني وحده كرون دابا مع الفرماج غادي نلصقها كتجي غزالة البنات هادي نتمنى انكم تجربوها راه ساهلة ماهلة مفيها لا تعقيدات لا والو رجعوا للفيديو ديال لاصوص هي الخدمة كلها في لاصوص اللي غتسهل عليك سيغتو البنات اللي كيكونوا يخدموا كلشي وكيجيو معطلين غديروه كيبقى عندكم زوين كينفعكم سيغتو البيتزا كلشي الدراري كيبغيوها كتعجبهم كتمشي مزيان مع الشامبينيون حتى هاد البصيله غنديرها اختي علاش لا بصيله وفليفلات اي حاجه ديروها فيها بعض المرات ديروها بالفرماج تاع الماعز بعض المرات بالمرقاز بعض حنا كنخلطو كنديروها كل مره واش كنوعو فيها كتجي فنه سي فري كتجي رائعه بصراحه وسهله بعدا السرعه السرعه في الاداء السرعه ضايا كتوجد عصر السرعة دابا كلشي باغي الحاجة السريعة السهلة المهلة دا حيدتو عليكم لاصوص حيدتو عليكم النص ديال الخدمة سبغي لاصوص هو اللي كيشد اليد خصوصا خصوصا دابا هو رمضان ان شاء الله بحال يديرو نهار لاصوص وتخليوه يبرد مزيان ديرو في الفريكو عاود نهار تبغيو ديرو البيتزا صافي تبداو تجبدو وديرو المغرب فيه الزيتون فيه حتى الله ماشي
دغيا كطيب وكتحمر مزيان، كتجي واعره وكتجي مقرمله ملي كتاكليها، ما كتجيش مرخيه بحال لي بات، بحال هذيك لي بات اللي كدار كتكون مرخيه شويه. انا غندير واحد الفيل ديال الزيت، زيت العود، حتى هو كيزيد يبننها اكثر. تزيد لها شويه ديال لي زابود بروفونس، كيعطي واحد المذاق فوق هاد الطون وهاد داك. وتبارك الله عليكم البنات، هيا البيتزا ديالنا صافيه ان شاء الله البنات ملي غادي نخرجوها من الفران نوريوها لكم باش تشوفوها كيفاش كتجي ملي كطيب، كتجي رائعه. تابعوا معنا الفيديو حتى النهايه. هانتوما البنات راه شوفوا كيفاش تحمروا الزناب ديال الفوق ديال هاد الخبز، هذا راه ما كيتاخذش وقت في الفران، تقريبا شي 5 دقائق ولا 6 دقائق في الفران صافي. ها هي وجدات، انا غنجبدها. مشاهدينا حنا رجعنا معكم اللي خرجنا البيتزا ديالنا من الفور، ها نتوما كيفاش كتجي، راه كتجي رائعه وكتجي زوينه وكتجي غزاله غزاله بزاف وساهله ودغيا كتوجد. شوفوا هذه اللي درنا بحال هكا كبيره مربعه، شتي كيفاش كتجي، كتجي زوينه بزاف، كتجي فنه، وراه ما تبقاو تمحنوا لا تقطعوا لا حتى شي حاجه، راه كيمشي كل مرفوع بوحدو. ها نتوما انا فين شاده وفين شاده، هانتوما شتو كتجي غزاله بزاف. هادي اللي بالطون والشامبينيون كتجي فنه بزاف، نتمنى انكم تجربوها. شوفوا هاد البان هذا راه هانتوما كيفاش كيجي كروكون وفي نفس الوقت دايره رطبه من الداخل وغزاله بزاف. هانتوما عرفتي شحال كتجي زوينه وعرفتي خفيفه وهشيشه في الماكله ديالها، احسن من 1000 باط يبقى الواحد يعجن ويخمر ويقرص. كتجي زوينه بصراحه وسريعه. نتمنى انكم تجربوها، نتمنى هاد الفيديو ينال اعجابكم وخليوا لينا لي لايك، نتمنى انكم تخليوا لينا بزاف ديال لي جيم باش الفيديو يطلع ويشوفوه الناس وتعم الفائده، وبارطاجيو معنا الله يجازيكم بخير. بارطاجيو الفيديوهات اللي عندكم في لي جروب، اللي عندكم في الفيسبوك مع الاصدقاء مع كل شيء باش القناه تزيد شويه لقدام. وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم وعلى الوفاء ديالكم وعلى التعاليق ديالكم، كنشكركم من القلب. وان شاء الله باذن الله الى فيديو قادم ووصفه قادمه. مع السلامه.